وفق القانون 10/79 نتعامل معها. نعم. قمنا في مخالفة جميع من سولت له نفسه في رفع المصطنع. احنا قمنا جولات تفتيشية على الكويت كلها، عندنا تقريبا 35 مركز موزعة على جميع أنحاء دولة الكويت. فعندنا المفتشين قائمين في دورهم، أي واحد يضبطونه في عملية رفع المصطنع أو يستقل هذه الظاهرة يتم مخالفته.